يقول لدي زوجتين وكنت عادلا بينهما ولله الحمد، وبعد مرور سنوات أصيبت الزوجة الثانية بمرض أقعدها لا تستطيع خدمتي ولا تقوم بواجبات المنزل وغير ذلك، فطلبت منها السماح لي بعدم المبيت وإلا الانفصال، فرضيت بذلك وأدفع لها النفقة والكسوة، هل علي شيء في ذلك؟ لا بأس بذلك، ما دام خيرتها بين أن تبقى في عصمتك وليس لها مبيت أو أن تطلقها فاختارت أن تبقى بدون مبيت فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة طلبت منه أن تبقى في عصمته وأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رغبتها وبقيت في عصمته وصارت ليلتها لعائشة، والصلح جائز بين المسلمين، فإذا تصالح على هذا باختيارهم وطوعهم الصلح جائز بين المسلمين والحمد لله.